ممكن اسمعه؟ فين بس سمعتي؟ زلزال، هذا زلزال مغربي ياك. وي اوكي يلا كملي لنا باربي نسمعه. فين كنت؟ المهم كنت كنقول لك على قبل من الهاشتاج 4 ايام انتي رقم وكلا واحد. حطيت فيديو كنشرح فيه كيفاش تاخديت الهاشتاج الاول، وهو سهل بزاف، ولكن الا كنتي منوب ما غاديش يكون سهل عليك طبعا. دابا الهيد شوت هو انك كتقتلي كاع الكيلات هاد ياك. كاع كل شيء يعني اها طيحي مثلا جوج من السكواد، هو سكواد 4 طيحي منه جوج مثلا، خصكي ضروري تفنشيهم هيد شوت. وبعد المره الا كان الام ديالك ثابت وزوين راه كتجيه على الراس، هو بوحدو كيطيح هيد شوت، فهمتي؟ يعني انتي ما مخدمه لها هاك حتى حاجه لا طبعا. و هاشتاج هاد حيت سمحي لي 60% نقول حيت لك 60% في الهيد شوت شويه مشكوك فيها، زعما داكشي باش هما قالوا هاكر فهمتي. لا لا لا، هذا راه والو 64%، راه كانت 67% وكنت نقدر نخليها اكثر، اللهم بارك. ولكن شنو بغيت نقول؟ اول حاجه هاد الهيد شوت هذا راه سهل بزاف، كون ما كانش تحدي بيني وبين شخص وكاع ما خديت الاول. يعني انا كنت كيفاش ما متحديه فهمتش؟ شخص متحديني، قال لي نتحداك تاخدي الاول في المغرب، وانا بديت رابع يوم في السيزن، شكون هذا ماشي من الشخص تقدري اول تقولي لنا نهار. الا ما كانش الا كان ممكن؟ موجود عندي في الطاقم تقدري تشوفيه، شنو هذا كيفاش زعما هذا اللي الطاق معانا زلزال؟ كريو كريو. لا اه لا لا كريو، شوفي بلاتي الكريو، شفت شفتي المغربي اللي سميتو حمزة؟ شوفيه. هذا المغربي اللي هو بلودي اوف بلودي. لا يس اها دونك هذا هو اللي تحداك. تحداني، كون ما كانش تحدي ما نجيبوش، يعني انا ما كنتش ما مهتماش فيه حيت شوية متعب. صافي سهل جدا، يعني هو التركيز كله حيت خص بلاتي يكون على الهيد شحال شوت. لعبة من المباراة تبارك الله بزاف 968. يعني بزاف. هادشي انت ما عندك ما يدار غير ببجي ياك؟ ما كتقراي ما وي كتخدمي ريبورت. ياك؟ نو نو وانت كاين واحد الهضره عاوتاني انا سمعتها كتقول باللي شي واحد اللي كيلعب لك بالكونت ديالك ماشي انت. حنا غنشوفي غنمشيو شويه بشويه فهمتي. كاين اللي كيقول لك شي واحد اللي كي لعب لك بالكونت ديالك ماشي انت اللي كتلعبي بالكونت. شوفي اول حاجه الاكونت ديالي، شوفي من كل السيزونات اوكي، ما معقولاش كاع السيزونات كيلعب فيه شي واحد، ما معقولاش. نو كنظن انا شوف بلاتي ماشي سمحي لي غنشوف واحد ماشي كل ستاتيستيك سيزون ديال السيزون طبعا، اللي فات 15 عندك 9 ديال واللي الجيمات غادي هل يلعب دابا السيزون 15 سمحي انت لي. ما لعبت حتى حاجه ياك؟ لا لا ما لعب السكواد، لعب دو جايبه فيه الكونكر حتى الاخر اخر يوم في السيزون، وخديت 45 العالم في أوروبا، مركز 45 في العالم في الغازي، بارك مش الله في ال واخا. يعني هادشي قديم عندنا ماشي أول مرة، عرفتي هذاك ما كانش تحدي ما نلعبش عليه. دونك انتي مولفه كتلعبي على الهاشتاجات و كي كيجيك لا لا ما اللعب مولفاش. ديالك كتحسي براسك محترفه ولا على قد الحال وشنو شنو هضري لي شويه لا على لا ما اللعب كان ديالك. لا ما كنشوفش راسي محترفة، عادية إنسانة عادية، كان قدرنا نهز سكواد كامل نقتلو. سمحي لي على الهضرة ديالي، ماشي تلهيب حيت أنا ما عايشش في المغرب، هي باش يعني تكون راه شوفي كان كلشي فاهم عرفتي. كلشي فاهم. الحمد لله عليها الهضرة ديالي شوية، ما عرفت كيقول كتهضر خليجية ما عرفش شنو. نو دابا انت بلاتي يعني حنا شويه بشويه انت فين عايشه و قولي لنا شويه على راسك دابا خارج على الجيم. اول حاجه اللي جيتي هضرتي معايا قلتي لي غادي ندخلوا لايف باش توضحي لهم على الفيديو، ما قلتيش لي غادي تهضري على حياتك قلتي لي كامله. عايش لا اسمعي لا نو ماشي حياتك كامله غير على اللهجه قلتي لي ما كتهدريش عربيه يعني قولي لهم بلي ساكنه في اسبانيا ياك. انا كاتبه في الفيسبوك برشلونه دابا في اسبانيا. وي كنقرا التعليقات وكنشوف صوتك صوتك كيمشي بعيد قلت لك يرجع. كنقرا التعليقات قال لك قول لي هاد الدوي بالدارجه قلت لهم راه زعما ما انت ما ماك ساكناش في المغرب. راه دابا هادي اللي كنهضر بها قولوا والله ماشي دارجة، هادي ماشي دارجة، انا جاتني دارجه هادي الدارجة. لا اختي، هما دايما بنادم خصو دايما يحفر يحفر يقلب على الكنز فين هو،
كنهضر اوكي. بالم... كنهضر والله حتى كنهضر بالدارجه بالدارجه، ولكن ما عرفت شنو هاد الدارجه اللي ما عجباكمش كندير لها، ما عارفاش نبدلها، ما اوكي عرفتش باش نهضر، ما عارفاش. انا نهضر بالخليجيه تقولوا كتهضر بالخليجيه، نهضر بالمغربيه كتقولوا كت... ما عرفتش باش كتهضر، هضري بالدارجه باش نهضر، ما فهمتش. بلا تسمحي لي باربي. نوفل خويا ما بغيتش ما غاديش نشوف، ما غنبلوكي حتى واحد، وما تخلونيش نسد الشات. ما تسبوش الدراري اللي عنده شي صفه لا الاحترام، واخا مها ما تسديش الشات. لا ما نسد الشات، ولكن زعما المهم. قلت لك باربي صافي، ندخلوا دابا الموضوع. غادي نبداو منين دخلتي للشير بارك، قولي لنا اشنو وقع. ايوه هذا هو الموضوع اللي انا اصلا جيت. الصوت ديال ستارة تقولي لي. اها كملي. الو صوت ديالك؟ ستارات كيصيفطوا لي دونيشنز وكتجيني الصوت ديال ستارات، ما اوكي كنسمعكش. يلا قولي لنا شنو طرا ملي دخلتي الشير بارك. شوفي انا من زمان ما دخلش الاوتلت. شكرا شكرا على ستارات الشباب، شكرا جزيلا. بغيت غير نسمع شنو كتهضر، شنو كتقول باغبي باش نعرفوا شنو قلتي يا باربي. قلت لك من زمان ما دخلتش التجمع الممتع، كتقولي له انتي بارك. شير بارك. اها اوكي ايوه اول حاجه انا دخلت على هدف واحد، الام ديالي باغا نثبته شويه، فهمتي؟ فجأة هزيت ام فور وفي كيسي، دخلت وقفت في النص كنلعب تقريبا 10 دقائق 5 دقائق، انا كنلعب وما عليا ما اسمحي بين لي اسمحي الاوتلت. لي يا باربي، غادي نقاطعك منين غيوصلوا الستارات، حيت الصوت كيمشي من اللايف كامل، فهمتي؟ كملي لي. اوكي اها دخلتي هزيتي ام فور زيدي. يا ربي كنت جلست 5 دقائق وانا كنرمي كنعدل الام ديالي، فجأة كنسمع واحد المغربي كيهضر في الاول. شنو كيقول هذا المغربي؟ اها مغربي اللي كيعيط، هو نفسه ما نزل بغيتش نقول شنو الفيديو كيقول. في. لا لا بلاش بلاش. طبعا ما بغاش نقول لك الهضره اللي قالها، ولكن هو راه عارف شنو قال، وراه الفيديو كو كان كيصوره من قبل راه غادي يخرج الهضره ديالو في الاول. اوكي اها المهم بقى كيعاير، بعد دخل ليا في الموضوع ديالاش وانا ما جاوبتوش، راه عليها هو قطع الفيديو حيت شافني ما جاوبتوش في المعيار الاول. اوكي المهم بقى كيقول لي او الانفار ديالك ماكس، شكون هاد الحولي هذا اللي خلاه لك ماكس، وشكون اللي عطاك هاد الحساب هذا هادشي كله؟ بقى كاع ما تجاوبتي معاه، ما هدرتي معاه ما حتى هذا حاجه. باقة نو 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 باقة اها باقة، انا ما نردش على هاد الفئة معينة من الناس، ما نردش عليها ابدا، عمري ما رديت. عمري ما رديت، يعني لا قبل ولا دابا غادي نرد. المهم جا ملي قال الهضره اللي قالها وانا مشيت، حيت انا كنتجنب المشاكل، مشيت شويه لقدام كنجري، رجعت المره اخرى لنفس البلاصه، جا عندي الاول على عمان قال لي في الرجل الاوسط هاشتاج، دابا انت كنتي قال كتهضري مع لي داك الخليجي ياك باش جا عندك المغربي؟ انه لا هو جا عندي، هو اللي جا عندي هذاك خليجي الخليجي جا عندك. اها عفوا. المهم جا عندي قال لي السلام عليكم باربي، راها موضوحه كاين. نتقبوا بالصوت ديال ستارز، كملي. دونك جا عندك داك العماني، انت داخله الشركه بارك بوحدك، جا عندك المغربي بدا كيسب فيك شويه، جا عندك العماني. بدا اها كيس جا عند عماني قبل ما شوفي هذا الفيديو راه مقطع، هذا الولد هذا كو كان فعلا راجل يعني بالمسمى، يعني راجل راجل كون حط الفيديو كامل ماشي يقطع واحد، كون ما كانش باغي فيا الخدمة كو كاع ما قطع الفيديو شوية اخويا دابا. شكرا اخويا سعد على 10 ستارت. خويا بغينا غير نسمعوا باربي شنو كتقول، الله يستر عليكم. شكرا على الستارت، بغينا غير نسمعوا. كملي. المهم ما عليناش، خليني نختصر لك. جا الولد هذا بقى كيسولني على الهاشتاجات كلهم، وانا قلت له بلي عندي كاع الهاشتاجات، عندي 7، قلت له كاع كلهم، بديت كنشرح له عليهم. دابا عندك 7. من بعد ان عندي 7 الهاشتاجات، بارك الله. عندي المدمر، عندي اشتباك وشيك، عندي المحارب، عندي الرجل الاوسط، عندي حامل سلاح، عندي المحارب المتوحش، كلهم عندي، عندي الانتباه. المهم كما كنت كان داكشي غير ديال البوش، كتعرفي غير اللي كيبوشو داكشي ماشي. المهم جاء الولد، جاء هذا الولد هذا العماني، بقيت كنهضر معاه، قال لي انتي مغربيه راكم كتسمعوا في ال... قلت له مغربيه. اول حاجه كما كنتش كنتشرف بالمغرب، كما قلتش انا مغربيه وما حطيتش علم المغرب،
هذا خصكم تحطوها شويه يعني شويه تخدموا داك العقل شويه يخدم. دابا الفيديو سمحي لي شكون كيحضر؟ الا كنت مثلا انت متشرفه بالمغرب وفهمتي راسك عادي وانت مغربيه ما كنتيش تسبي المغاربه فهمتي. اه بلاتي 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 قال لك واحد اسمع اسمع قال لك واحد كيفاش داك البلان، انا كنقرا التعليقات، قال لك واحد كيفاش داك البلان ديال المغاربه متخلفين. نقرا كل شيء بربي ماشي مشكل زعما بدون كنقرا التعليق. اول حاجه ما قال لك كيفاش داك البلان ديال المغاربه متخلفين، باك متخلف، خوك متخلف، كل كاين كل اناء بما فيه يندج، هادشي اللي كاتب. اوكي خليني نجاوبك. اول حاجه بابا متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. بابا عنده الباكالوريا، كتعرفي شنو معناتها؟ اه الباكالوريا، الباكالوريا يعني في ديال المغرب في شكل على ديال القوار، يعني شي حاجه واصله. اوكي انا كنقول سميه ديال الاهل ديالي في المغرب تهز شويه الارض، كنقولها كنقول غير سميه ديال عائلتنا فعلا. بس انا نو انا ماشي داخله لهذا الشيء هذا، باش انا اصلا ما عمري ما وصلت لهذا الشيء، ماشي المستوى ديالي المعيار والهضره وانا وانا نو نو. غير هو انا بغيت نهضر فيديو باش نمشي، حيت انا ما غاديش نستقبل اي حاجه اخرى غير الفيديو. المهم جا الولد قال لي، قلت له انا ديك دائما كنلعب غير مع مثل ما انا انت ملي عيطتي لي قلت لك هذه الهضره، قلت لك بالله انا عمري ما لعبت مع مغربي واحد. علاش ما لعبتش؟ حيت عمري ما شفتهم. اول حاجه عمري ما شفتهم في اللعبه، عمري في حي... وانت تقدري تشوفي في الدجاج ديالي ما كاينش كاع المغاربه، هذاك رقم 4. هذاك ناخذك واحد تحداك وهو مغربي ومعك في الكرو، هادشي ما كاينش. انا كيما كتعرفي كنت كنهضر على قبل الحبيبه، على قبل سمعي الفيديو مزيان. انا بلالو، انا قايله له بالله انا عمري ما لعبت مع المغاربه، انا قايله عمري ما لعبت، عمري ما لعبت، يعني ما قلتش انا ما كنلعبش. اوكي قال لي علاش، قلت له العقل متخلف شوي. كنت كان هو راجل يجيبه كامل، يعني انا قايله في الفيديو، قايله في الفيديو ما كنتشربش نلعب مع المغاربه طبعا ممكن. يعني انت يا باربي حط الفيديو بلاتي بلاتي، يعني انت يا باربي الفيديو الاصلي انت قايله فيه طبعا ممكن، طبعا ممكن، حيت انا كنهضر بالخليجيه في الفيديو. اها ما غاديش نقول ماشي كل شيء، انا قلت طبعا ملكل. ولا كان هو راجل يحط الفيديو من طقطق السلام عليكم، يعني الفيديو مقطع، الفيديو مقطع، هو عارف بلي الفيديو مقطع، واصلا باين الفيديو مقطع. كيفاش انا قلت ما كنتشرفش نلعب مع المغاربه وسكت؟ علاش ما زادش الهضره الاخرى اللي قلتها؟ فهمتي قصدي؟ مها يعني انت اليوم يجي عندك مغربي محترم يقول لك نلعب معاك ماشي مشكل، يعني هذا مغربي، هذا مستزل مغربي. انا كنعرف مؤاد، كنعرفو مزيان. انا دابا ندير لك تصويره. اه بلاتي دابا 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 باندا كتعرفيها؟ باندا كنعرف، كنعرف مؤاد، كنعرفو دبي لونط. هاكاك ها كملي باربي. مهما كما قلتي دابا قلتي كون يجي عندك مغربي ها وما عندي نصور لك الاكونت وانتي واقفه معايا وشوفي المغاربه اللي عندي. طبعا المغاربه الكلاس كلاس ماشي دوك ما تسمعيش. ما تسمعيش منهم مات ما بغيتش نقولها، راكي عارفه هانو يسمعوا هاد الكلمه وما يهاجمونيش بهاد الكلام هذا اللي اكبر. لا شكرا راه والو بالنسبه لي انا ما كنعترف بتا شي كلمه مكتوبه. نو نو انا دائما كيعجبني الفعل، اما القول خليه لك. اما العيالات سمحي لي غير العيالات هما اللي كيشدوا التليفون ويبقاو لك 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 لك، اما الرجالات بصح ما تلقايهمش ورا تليفون كيعايروا بنت. واخا سمحي لي بصح. اوكي كاين واحد الكومنتير كيقول وهادوك اللي عطيتي شحنتي لهم باش يعطوك الشعبيه باش توصلي 4 المليون، علاش ما تشحنيش لولاد بلادك باش تطلعي الشعبيه؟ شنو تقولي لهم؟ عجبني انا قلتها لك حتى في المكالمه قبيله، قلت لك ما كنتش كنلعب مع المغرب.